عايزي ده كمان. نعم روحتي؟ نعم يا اخويا. قلت اطمن على حضرتك، يعني مش يمكن وانت طالعه قابلتك قطه سودا خضتك كاريت السلم كله وقعت على دماغك واغمى عليكي؟ ايه ده، ابعد الشر عليا. وبعدين يا حبيبي ما تخافش، انا اللي بطلع للقطط السودا وساعات بطلع للبني ادمين، بس البني ادمين التلحة. انجز، عايز ايه؟ قلبي. ايه قلبي؟ عايز قلبي اللي انت سرقتيه. يعني ايه؟ مش فاهمه. لا دي جمله رومانسيه كده بس شكلها باظت اصلا. طب انجز، عايز ايه؟ طيب ممكن تصحيني الصبح؟ انت عبيط يلا. لا لا مش قصدي والله العظيم، ممكن يعني اعدي على حضرتك بكره اوديك الشغل. انا مش عايزه اتعبك يعني هادي. لا لا والله تعبك راحه، ده انت تأمري بس. طيب هتعدي عليا بكره الساعه كام؟ لا لا اعدي ايه، انا مش هروح اصلا، انا هفضل سهران هنا في الشارع لحد الصبح وبعدها اجيلك ونروح الشغل سوا. اوكي، انا هكلم الشوفير خليه ما يجيش، وانت ابقى هات لي فطار بكره وانت جاي. ماشي موافق. سلام. عيل لزقة بس هي أي مصلحة.